معنا بحضراتكم أعزائي المشاهدين وبرنامجكم مصر جميلة يأتيكم من جامعة القاهرة من أول يوم في رمضان، وإحنا مع حضراتكم من جامعة القاهرة، واحدة من أعرق الجامعات المصرية وعلى مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا. وطبعا أنا متحيزة لجامعة القاهرة لأنها جامعتي، فهي أحسن جامعة في نظري وستظل بإذن الله دايما يا رب في توفيق ونجاح جامعة القاهرة، وإن شاء الله كمان حلقاتنا تكون متميزة وموفقة من جامعة القاهرة. مساء الفل يا طارق. مساء الخير يا نهلة، مساء الخير على حضراتكم، يوم سعيد يا رب. وزي ما بتقول نهلة، يعني إحنا موجودين في التاريخ لتعليم أجيال وأجيال وأجيال. جامعة القاهرة شهدت الحقيقة يعني ظهور مجموعة من العباقرة والفلاسفة والعلماء، وكانت منارة ومنبر الحقيقة للعلم والعلماء في مصر. فبالتأكيد احنا كلنا الحقيقة مجموعة مصر جميلة سعداء جدا ان احنا موجودين هنا في هذا الصرح العلمي الكبير. النهاردة ان شاء الله عندنا مجموعة من الفقرات ان شاء الله تحوز على اعجاب حضراتكم، هنبدأ بيه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. طبعا ما ننساش ننوه كده على ان انا سعيدة برضو اني قاعدة ورايا الساعة في الخلفية ورايا القبة، وبنتذكر طبعا كده الكلمات التاريخية اللي بنسمعها في الإذاعة المصرية. أعلنت ساعة القاهرة العاشرة مساء، صحيح. فإحنا في العاشرة مساء وأعلنتها الساعة، وحنسمع الجرس وإحنا على الهواء، هنسمع دقاتها خلال البرنامج، وده شيء جميل وممتع. النهاردة إن شاء الله هيكون معانا فقرات يا رب تنال إعجابكم، وهي لا تبتعد كثيرا عن جامعة القاهرة، لأن إحنا هنتناقش النهاردة حول مهرجان المسرح الجامعي اللي بيقام كل سنة في جامعة القاهرة، اللي فيها واحد من أكبر المسارح، بيطلع نجوم كل سنة للسينما والمسرح المصري، وطلع ياما نجوم كتير زي عادل إمام، زي صلاح السعدني، زي يحيى الفقراني وغيرهم من يعني الممثلين الآخرين. وإن كان يحيى الفقراني من جامعة عين شمس، ولكن برضو يعني هي في النهاية الجامعة يعني. لكنه أنا هكمل على كلامك الحقيقة نهلة، ولقاء الحقيقة المسرح الجامعي صحيح. ده كان لقاء، ما أنا عايز أقول لحضراتكم، دايما كان بيخرج منه مجموعة النجوم الكبار الحقيقة الأثروا حياتنا الفنية، وبجد كانوا بصمة مهمة جدا في تاريخ السينما وفي تاريخ الفن المصري بشكل كبير جدا. الاهتمام النهاردة بهذه الأنشطة في جامعاتنا وفي مدارسنا تفرق كتير قوي في خروج مواهب حقيقية احنا نقدر النهاردة نعتمد عليها وتكمل القوة الناعمة بتاعت مصر. النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع حضراتكم في هذا اللقاء عن كلية الزراعة، هذه الكلية ومسرح الجامعة الحقيقة، وهنتكلم عن مسرحية شهدت الحقيقة الفوز بالعديد من الجوائز في هذه المسرحية، وهي مسرحية الجنوبي، وبتكلم على الحياة المصرية، وبتتكلم على قصص وروايات كتيرة جدا في حياتنا الاجتماعية العامة والعادية، سواء بتتكلم عن المرأة أو العمل أو الشباب. الحقيقة كانت مجمل الحقيقة هذه المسرحية، يعني الفكرة الأساسية بتاعتها أنه إحنا موجودين ومتعايشين في هذه الحياة وهذا الواقع. هيكون إن شاء الله ضيفتنا في هذه الفقرة دكتورة ياسمين إمام، أستاذ بكلية الزراعة ومديرية النشاط الثقافي، وأيضا هتكون معنا رنا عصام، الطالبة بكلية الزراعة وبطلة عرض الجنوبي. طبعا عرض الجنوبي هيناقش زي ما قال طارق، وهو العرض الفائز بالمركز الاول على مستوى الجامعه، هيناقش قضايا الصعيد، العادات والتقاليد الخاطئه اللي تربى عليها ناس الصعيد وخاصه المراه المصريه، وعانت بسببها كتير، زي الثأر، زي الانجاب، وغيرها من القضايا الاخرى. ومش هنروح بعيد في الفقره الثانيه اللي هتصاحبنا طوال هذه الحلقه، لانه برضو انشاد من الصعيد بالتحديد من محافظه اسيوط، هيكون معانا المنشد احمد حمدان وفرقته، واللي هنستمع اليه دلوقتي قبل ما نروح لفاصل. برحب بيك يا شيخ حمدان، وبرحب بفرقتك، اتفضل. اهلا وسهلا ومرحبا.
كيف العمل يا احمد يوم طلعت المشهد كل الامم تشهد انك رسول الله مسرح كلية الزراعة جامعة القاهرة عرضا دراميا يناقش العديد من القضايا المجتمعية الهامة والتي تتعلق بحياة الإنسان اليومية من خلال عدد من المشاهد الدرامية بحرفية غاية في الرقي ولغة مسرحية سهلة وجميلة. العرض المسرحي الجنوبي والذي قدمه فريق مسرح كلية الزراعة تناول العديد من القضايا الهامة مثل قضايا المرأة بجنوب الصعيد، مثل زواج الفتاة من أحد الأقارب رغم الاختلاف في التعليم والأمية، سفر الأزواج للخارج والثأر، وأهمية المولود الذكر. مسرحية الجنوبي هي عرض درامي يحلل ويلقي الضوء على قضايا مجتمعية من خلال مجموعة رائعة وموهوبة من الطلبة الذين قدموا أدوارهم بفكر واعي يصل إلى حد الاحتراف، فالعرض من كافة جوانبه حصل على العديد من الجوائز في مهرجان المسرح الجامعي في دلالة واضحة على أهمية ورقي العرض.
اهلا بحضراتكم من جديد. والحقيقه انه دايما بنقول ان حتى وزاره التعليم كان اسمها التربيه والتعليم، وكانت المدارس كلها في انشطه من كل الانواع فنيه ورياضيه. يمكن العدد الكبير والمشاكل اللي عندنا خلتنا ما نعتنيش بالانشطه شويه، لكن لما بينتقل الطلاب الى المرحله الجامعيه بيرجعوا تاني لممارسه هواياتهم والانشطه المختلفه. الجامعه عمرها ما غفلت عن هذه الانشطه وعن هذه الهوايات سواء كانت فنيه او رياضيه. والمسرح هو البيت اللي بيربى فيه الإنسان وبيصنع فكره وبيصنع رؤيته للعالم اللي حواليه. احنا النهاردة بنتناقش حول مهرجان المسرح للعروض الطويلة واللي فازت بيه كلية الزراعة بالمركز الأول عن عرضها الجنوبي اللي قدمته ضمن فعاليات هذا المهرجان. معنا الحديث عن مسرحية الجنوبي واللي فازت بالمركز الأول في هذا المهرجان الدكتورة ياسمين إمام، الأستاذ بكلية الزراعة ومديرة النشاط الثقافي بكلية الزراعة. أهلا بحضرتك معنا. اهلا بحضرتك يا فندم. ومعانا ايضا رنا عصام، الطالبه بكليه الزراعه وبطله عرض جنوبي. اهلا يا رنا والف مبروك على الفوز. يعني اهلا بحضراتكم، كل عام وانتم بخير. اعتقد انه مش غريب على كليه الزراعه، دايما زي ما يمكن في المقدمه اتكلمت انا ونهله، هي صانعه النجوم. يعني عندنا اسماء كبيره جدا على راسها طبعا زعيم عادل امام، اتكلم على الفنان الكبير رحمه الله عليه محمود عبد العزيز، واسماء متعدده. كلميني عن العرض وفكرة أو البداية عن الراوي نفسها. فكرة دي مفترض إن هي فكرة قديمة إلى حد ما، بتوضع لغاية النهاردة في مجال الفن وبيستوعبها هذا الجيل من الفنانين. تفضل. هو بداية قبل ما أتكلم عن العرض نفسه، أنا أحب أشكر الناس اللي ساعدتنا إن إحنا نوصل للدرجة دي. نعم. بداية من أستاذ دكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اللي هو داعم لكل النشاط وخاصة النشاط الثقافي، وإدارة الكلية عندنا اللي هي دكتور سامح عبد السلام عميد الكلية، وكالة الكلية لشؤون الطلاب الدكتورة فاطمة سمير، وهي كانت أصلا مستشار فني قبل كده. في برضو عندنا الجنود المجهولة اللي تشتغل وشايلة كل النشاطات، اللي هي أستاذ محمد سعيد مدير إدارة الشباب ورعاية الشباب عندنا، اللجنة الفنية أستاذة فاطمة كامل، أستاذ سيد بدوي، مشرفة المسرح لا أنا خايفة مشرفة المسرح جميلة أستاذة راوية أحمد. في عندنا طبعا المخرج المبدع محمود جراتسي، وطائم الإخراج والديكور والتصوير والإضاءة، كله كويس. وطبعا التيم الشباب الجميل، الطلبة، الفريق الجميل المتعاون اللي عنده كان عنده إصرار وعنده عزيمة لغاية ما وصل في أقل من شهر من التدريبات إن هو يوصل مركز أول ويحفر اسمه في تاريخ كلية الزراعة، لأن احنا عمرنا ما خدنا مركز أول في مهرجان العروض الطويلة. كان آخر أكبر حاجة خدناها كانت مركز تاني سنة 2009. والزراعة الزراعة لما بتزدهر بتاخد معاها كل حاجة. فالزراعة دلوقتي في ازدهار على مستوى مصر كلها، فلابد إن كلية الزراعة والدارسين فيها يكونوا على مستوى عالي سواء بقى ثقافيا أو فنيا أو حتى علميا. أو حتى علميا بالظبط كده. بالنسبة أنا بس عايزة أقول أسماء الناس لأنها مش معانا، فمعلش يعني عندنا رنا وبهيرة سحر جوسي احمد نادر احمد خليفه علي خليفه الطفل الصغير. ما هو الناس دي مش معانا، فعشان كده المفروض يتشكر كل التحيه والتقدير ليهم بالتاكيد. بالنسبه للعرض المسرحي، احنا كنا اخترنا بين عرضين. اول حاجه كان في عرضين مختلفين، كان المخرج قدم عرض باللغه العربيه، والعرض الثاني كان هو الجنوبي باللغه السعوديه. طبعا احنا ما كانش لينا اي اختيار كاداره الكليه او الثقافه، يعني او سوري الرعايه، احنا كنا سيبنا للطلبه اللي هم كانوا اختاروا شافوا ايه اللي اقرب ليهم واختاروا اللي هو العرض بتاع اللي هو الصعيد دي. يعني هم شاركوا في الاختيار، هم اللي اختاروا. وعشان برضو ما تزعليش، احنا عندنا لقطات من العرض بتتعرض دلوقتي فيها الابطال كلهم شكلا وصوره، يعني عشان لما تقلش اسمه برضو هم معانا على الشاشه. تمام اوكي. بالنسبه للراوي، احنا كنا هنعمل الاول كعادي، الاول كمسرحيه، بس احنا قلنا خليه في شكل يجذب الاول، ان هو كان اللي هو البطل، اللي هو مفروض ان هو واحد كبير سافر، كان في النجع ده وسافر بره الغرب، وبعد كده بيحكي قصته وهو صغير، هو شاف ايه وهو صغير من المشاكل يعني. فكان دي حاجه اعتقد بتبقى تجذب اكتر من ان هو بين اتنين، هو صغير وهو كبير وهما بيكلموا بعض يعني. تمام. معانا رنا، انت في سنه كام الاول في الكليه رنا؟ يعني الفرقه الرابعه او سنه رابعه يعني؟ تمام. واللي دايما بيقول ان كليه الزراعه دي كليه صعبه في دراستها جدا، فازاي قدرتي ان انت توفقي بين يعني دراستك وان انت يكون ليكي هوايه في المسرح؟ وهل انت من سنه اولى وانت عارفه بفكره المسرح وبالانشطه المسرحيه في الكليه؟ هو انا دخلت المسرح في تاني اسبوع ليا في الجامعه. هايل. يعني كان حد من رعايه الشباب هو
هو كان في تقديم كده وقدمنا بالصدفة وكلمنا ودخلنا المسرح. بالنسبة للسكاشن وكده عشان كلية عملية وعندنا حضور كل يوم ممكن يبقى سكشنين وتلاتة وشغل عملي كتير، فاحنا بنحضر السكاشن وبنرجع تاني ان احنا نكون موجودين في البروفا. وإدارة الكلية بتساعدنا ده برضو، ان هي بتساعدنا في الامتحانات ممكن تتأجل لو في حاجة او السكاشن تتأجل، فكان الكلية دور كبير في كده برضو. قولي لي رنا، لما بتفرج او بشوف العرض المسرحي انا عندي اربع قصص، انت كنت اي قصه منهم؟ انا كنت دور ولعانة. ولعانة عندها مشكله ان هو جوزها قتل اخوها. فدلوقتي هي في طار جوزها اتحبس ومات في السجن. فدلوقتي عندها اخين تانيين عايشين ووالدها، فهم عايزين ياخدوا الطار من ابنها الصغير. من ابنها لان جوزها مات في السجن وهم ما قتلوهوش، فالطار ما اتاخدش. فهي دلوقتي قدام صراع ان دول اخواتها وفي نفس الوقت عايزين يقتلوا ابنها الصغير. فاكره الديالوج اللي انت كنت بتقوليه او الفكره نفسها كانت ازاي؟ فاكره منه حاجات طبعا. نقول كده جزء اسمع يعني من الاداء المسرحي اللي انت قدمتيه. انا اللي هقتل ولدي، هكون احن عليه من مطاريد الجبل، عياري هيكون احن عليه من عياركم، ولدي هيموت في حضني ياسين زي زرع زرعتها بيدي وهجلعها بيدي على ما حكم الله يا ولدي. في سبيل الله يا شقيقي، الامر بيد الله يا ياسين، لا اله الا الله واضبطني. يا جمالك يا جمالك يا واد، يا دمخيل في الموت يا يا جمالك يا جمالك يا واد في الموت، يا قبر ولدي ياسين عريسك اللي لادي يا قبر. جميل، احنا مش عايزين نقطع لازم نعيّن. طبعا فكرة ان احنا نكون عندنا نشاط ثقافي ده شيء ضروري ومهم في يعني خلق شخصية قادرة على التعامل مع المجتمع فيه. أكيد. احنا مش بس بنديهم معلومات علمية علشان الزراعة، ولكن ايضا لازم يكون عندهم جوانب ثقافية وتنمية شخصية زي رانا، ما احنا شايفينها قد ايه ده ممكن يفيدها حتى في حياتها وفي مستقبلها كله. النشاط الثقافي من ان حضرتك مسؤولة عنه، قولنا ايه الاوجه النشاط الثقافي اللي بتعملوها في الكلية وايه المتميزين فيه؟ بصي، احنا غالبا احنا المسؤوله عن النشاط كله مش النشاط الثقافي بس. فاحنا بالنسبه للكليه عندنا، احنا عندنا مقوله اسمها النشاط الطلابي حياه، فاحنا لازم نعمل نشاط طلابي في كل حاجه، سواء رياضي ثقافي فني علمي، اي كل حاجه شغالين فيها. بالنسبه للعروض الفنيه زي ما قلت حضرتك، احنا كنا عاملين فريق مسرح اللي هو كان ليه عروض قبل كده قصيره والعروض الطويله. في عندنا برضو احنا مطلقين بعد رمضان مجله في الكليه اسمها المجله الزراعيه، دي بقى مش بتتكلم على الزراعه في حد ذاتها، دي بتتكلم على الزراعه والسياسه كل حاجه. بالظبط، بنتخلي بنشوف الطلاب بحيث ان هم يقدروا عندهم نشاط صحفي يقدروا ان هم يمارسوا الصحافه، ويبقى بالظبط يبقى متابع، يبقى نطورهم يعني. وفي عندنا الانشاد، عندنا الانشاد الديني، عندنا برضو الغنى، المزيكا يعني العزف، في برضو نشاط رياضي ده احنا يعني في لينا تاثير قوي جدا فيه يعني. يا دكتوره ياسمين، انا لازم ارجع لك عشان تكلمينا على كل النشاط المواهب. لا مش كل نشاط المواهب، لانه زي ما بنقول دايما مصر ولاهدة بمواهبها، وبالتالي في الجامعات احنا بنشوف يا جماعه مبدعين، عندنا نموذج من هذا الابداع الحقيقي. عم احمد يعني منورنا دايما، كل سنه وانت طيب، وعايزين نسمع منك كل سنه وحضراتكم طيبين جميعا. اتفضل.
وحدثينا حديثا حديثا ليس نسامه وآنسينا فقط طالت ليالينا يا ليلة الخير فيك الخير نأمله فألهمينا الذي لا شك يجدينا وحدثينا حديثا ليس نسامه وآنسينا فقط طالت ليالينا مصر جميلة مصر جميلة مصر جميلة بآل البيت مصر جميلة بآل البيت مصر جميلة عايز رنا لو هنتكلم على العرض المسرحي لان انا عمال اشوف اقرا الاحداث بتاعت هذا العرض الحقيقه كلها قضايا مهمه جدا بتهم هذا او بتهم الصعيد نفسه. انت شايفه التغيير؟ شايفه انت الاول اخذتي ورش في التمثيل ولا لسه؟ ممكن على قد الجامعة بيبقى فيه ناس قدام في الفريق وبيجوا بيساعدونا يعني بيدونا ككاست جديد بيجوا يدونا ورش مبدئية كده ويساعدونا بس. يعني لما اتكلم على العامة والعانة الدور اللي انت قمت بيه دور صعب قوي ان ام بتقتل طفلها كلميني عن استقبال الجمهور بقى للمشهد. استقبال الجمهور هو كل ما حد كان بيتكلمني بعد العرض كان بيقولي حرام عليكي اللي عملتيه فينا يعني يعني هو في البداية خالص هي كان شخصيتها ان هي بتشتغل اصلا عددة يعني فن العدودة في الصعيد كنت بقدمه من خلال الدور فما كانش باين في الخال خالص في الاول وبعدين كانت بتعامل مع ابنها بقى الطفل الصغير وقد ايه بتحبه وقد ايه بتحتويه وبعدين فجأة اخواتها بيجوا فالشخصية دي بتتحول لانها بتخبيه وتبقى شخصية قوية جدا لابسه لبس شبه رجالي شويه كمان لان هي اللي بتحميه يعني مفيش حد غيرها يحميه فده كان تسلسل الدور وبعد كده هي بتحاول توصل مع اخواتها لاي طريقه اللي هو افديه بحاجه طب تاخده فلوس طب اي حاجه
مفيش فايدة. ففي الآخر بتعصي اخواتها بقى وبتطردهم من حياتها نهائي، وأنا بقى هشوف هعمل ايه، فبتفكر مع نفسها توصل لحل هتقتل ابنها. طبعا ده يعني احساس صعب جدا، يعني ده اخر حل في الدنيا. الفن عاوز يوصل رساله عن حكايه الثأر وقد ايه هي شيء مزعج ولابد ان احنا نتصدى اليها، بس الطريقه صادمه انت عملتيها ان في النهايه ان حد يقتل ابنه مهما كانت الظروف شيء قاسي جدا، لكن ده يمكن عشان نفوق الناس قد ايه موضوع الثأر صعب. ده هيخليني ارجع تاني للدكتوره ياسمين ونتكلم بقى عن المنافسه. حضرتك بتقولي اول مره تحصدوا المركز الاول في المسرح بالظبط، كلمونا عن الفرق اللي كانت بتنافسكم، الكليات اللي بتخافوا منها اللي عندها تميز في مجال المسرح كل سنه، وكلميني كمان عن مين المخرج ومين اللي مؤلف هذه المسرحيه، بيكونوا من الكليه ولا بيكونوا من الخارج بتجيبوهم بتستعينوا بيهم؟ هو بدايه قبل ما اتكلم على المواهب او الكليات، انا عايزه استحضر ان الفريق ده يعتبر لسه متكون السنه اللي فاتت، لان كان في ظروف كورونا فكان في توقفت حوالي سنتين، ما كانش في عندنا اي عروض فنيه او اي حاجه، فالفريق ده يعتبر لسه متكون السنه اللي فاتت. فبتستحضرني مقوله للسيد الرئيس اللي هو رغم التحديات هنقدر ونتجاوز ونعدي، والفريق ده فعلا قدر وتجاوز وعدى، ومش بقى عدى بس، ده بقى في المقدمه وفي الصداره. فبجد يعني انا بالنسبه لي انا شايفه شباب عندها اصرار، عندها اراده، عندها هدف، قدرت توصل رغم كل التحديات في اقل من شهر انها لسه متكونه السنه اللي فاتت، قدرت توصل للمركز الاول. طبعا احنا كنا خايفين، احنا كنا داخلين الاول بنشارك، يعني احنا فريق جديد وبنشارك مش اكتر من كده. بعد كده طبعا خايفين من كليات زي ايه، كليات زي التجاره طبعا، كليه يعني دايما بتاخد مراكز وعلى طول بتاخد مركز اول، كليات حقوق، كليات النظريه بالذات بتبقى ليها درجات في المراكز يعني. فاحنا اشتغلنا مع بعض وعملنا شغل، وبسم الله ما شاء الله كلهم كانوا احسن من بعض، وفريق متفق ومتعاون، ما فيش حد فيهم احسن من حد او بيبص لحد. حضرتك معلش السؤال الثاني، السؤال الثاني المؤلف والمخرج، هل بتستعينوا برضو بناس من الطلبه ولا بتستعينوا بقى بمؤلف من الخارج؟ لا من برا، عاده بيبقوا يعني الناس الكبار اللي طلعت زي الاسماء اللي ذكرناها زي محمود عبد العزيز او زي جورج سيدهم او سمير غانم، دول كانوا بيستعينوا بمؤلفين من الخارج او بيجيبوا عروض مسرحيه عالميه ويقدموها، فانتوا استعنتوا بمين؟ ده بالظبط كده، احنا استعنا بالمخرج محمود جراتسي، ولما قلت لحضرتك هم اختارونا الصين، النص اللي هم اختاروه اللي هو بتاع الجنوبي كان بتاع شاذلي فرح، هو المؤلف. الناس من بره، الناس من بره، كله من بره. وده يعني فكره كمان الوقف على المسرح، الاداء التمثيلي، الكلام ده كله، ده مع المشاركه طبعا مع التوجهات المخرج بتفيد قوي الطالب وهو بيقوم بالدور، مش كده؟ يعني هو كبدايه خالص للدخول اصلا في مجال ان حد يقدر ان هو يبقى قدام الجمهور وكده، مسرح الجامعه بيفيد كتير. يعني احنا بنبقى قدامنا اساتذه طبعا هم لجنه التحكيم، بس برده الجمهور بيكون مش صادم قوي زي جمهور بره او ان حد يطلع. دول زمايلكم اللي زمايلنا في حاجه بيشجعوهم، لكن وأهلنا. المعايشه بتاعت الدور دايما يمكن شويه لما بنيجي نتكلم يا دكتوره على المعايشه بتاعت اهل الصعيد او اهلنا في الصعيد، انت من هنا من القاهره مش كده، فكره بقى القراءه وتعيشتي ازاي مع الدور ورحتي اتفرجتي على قصص او قريتي قصص وروايات عن مشكلات الصعيد؟ طبعا اتفرجت على فيديوهات كتير، حاولت ان انا اقرا عن فن العدوده بالذات، قريت عنه كتير وشفت فيديوز كتير على يوتيوب، يعني شفت افلام يعني مثلا زي الهروب، زي عرق البلح احمد زكي، عشان اللكنه كمان الصعيدي، وخصوصا ان احنا عاملين عرض جنوب يعني مش صعيدي بس، لا الجنوب. كان في مصحح للغه وللكنه، المخرج معانا هو كان بيعمل ادوار صعيدي كتير، فهو بيجيد اللغه الصعيديه، اللكنه الصعيديه بس، فكان بيساعدنا فيها كتير يعني، والمنفذين برضو اللي معاه. جميل. طيب انا برضو يعني هنا يعني عاوزه اعرف اللي بيدخل الاولاد كليه الزراعه حاليا، وهل هي المجموع زي ما كنا بنقول زمان ان المجموع هو اللي جابني والتنسيق، ولا دي كانت رغبه شخصيه منك، وايه الرابط بينها وبين التمثيل؟ يعني هو معظم الناس اللي بتيجي تدخل الكليات ما بيبقوش مدركين قوي فكره المسرح والتمثيل وان انا عايزه ادخل ده، بيجي بقى دور الفريق القديم والكليه والاداره، ان احنا في بدايه كل سنه بننزل بنتكلم مع الطلبه اللي موجودين، وبننزل على صفحه الفريق ان احنا عايزين ناس تدخل جديده، وبيبقى في ورشه مننا بقى الناس القدام، فبنبدا نعرف الناس. جزء كبير طبعا بيمشي اللي هو داخل يشوف ايه اللي بنعمله جوه، فبعد كده بينسحب، فاللي بيتبقى في الاخر اللي هو فعلا حاسس ان هو ممكن ده يكون شغفه او الحاجه اللي هو عايز يعملها.
بس لكن ما حدش بيبقى داخل ناوي قوي، قليل قوي اللي بيبقى داخل عشان المسرح. صحيح. دكتوره ياسمين، لما نيجي نتكلم على الدفعه اللي اداها لكم او الجائزه الكبيره اللي اخذتوها في المسرح الاول او الجائزه الاولى، يعني ده اداكوا دفعه بالتاكيد لبقيه الانشطه، يعني ادانا دفعه. ادانا دفعه وادانا مسؤوليه في المرحله اللي جايه. ادانا دفعه ومسؤوليه طبعا، لان احنا دلوقتي المفروض ان احنا دخلنا في مركز اول، فالمفروض ما ننزلش عن الدرجه دي، او على الاقل نبقى في المراكز الاولى بالنسبه ده من النشاط الفني يعني. بس احنا عندنا الحمد لله بالنسبه للنشاط الفني عندنا وقت شويه لغايه بدايه الترم الجاي عشان في مهرجان العروض القصيره يعني. بالنسبه بقى للنشاطات الثانيه، احنا زي ما قلت حضرتك عملنا مجله دي هتطلع بعد رمضان، في نشاطات برده اللي هي بنبدا نعمل زيارات تثقيفيه لمعالم الدوله، اللي هي زي مثلا متماشيه مع الجامعه اللي هو اعرف بلدك، اللي هو زي رحنا زورنا مجمع الاجيال بالظبط، كان مجمع الاديان، بنجهز زيارات للمشروعات الكبرى بتاعه الدوله زي العاصمه الاداريه الجديده، في عندنا برضو منتجع الجلاله جامعه الجلاله، في عندنا بنجهز برضو حاجات زيارات تخصصيه تبع الشركه الوطنيه اللي هي زي مشروع الصواب ده عشان هو تبع كليه الزراعه، ومشروع المغليون بتاع الثروة السمكية. فاحنا زي ما قلت حضرتك احنا بالنسبة لنا النشاط الطلابي حياة يعني، زي ما بكلم حضرتك دلوقتي احنا عندنا افتتاح دورة رمضانية في ملعب الكلية عندنا، وقبل رمضان كنا مخلصين دورة برضو شطرنج وكرة قدم وتنس طاولة، كانت قبل بس دي دورة تبع الجامعات تبع الكليات يعني قبل رمضان على طول، فاحنا الحمد لله ما نتوقفش عن النشاط يعني دايما ان شاء الله. طيب المنشد احمد حمدان، حضرتك من اسيوط مش كده؟ احسن ناس طبعا، احسن ناس. شايف اللي بيكلموا في العرض المسرحي عن مشاكل التار والمشاكل اللي ممكن نعاني منها بسبب عادات قديمه، فانا عايز اعرف تعليقك ايه بقى وانت من الصعيد. يعني حاليا يا فندم قلت المشاكل وقل التار، والناس اتشغلت في اكل عيشها والمعايش وابتعدت عن اختلف الا من رحم ربي يعني. نسبه ضئيله يعني لا تقارن بالعهد اللي، وبرضو الفن له دور يعني، انت برضو متهيألي اعتقد الانشاد والحاجات الجميلة دي بتخلي الانسان يبعد عن الافكار دي. في توعية وفي رجال الدين جايين بواجبه، وفي لجان المصالحات، وفي كتير. واحنا بدورنا برضو كمنشدين بنوعي الناس في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، سواء في القصائد او في ده وفي ده. هتسمعنا ايه بقى بالمناسبة الحلوة دي؟ ان شاء الله هنستمع اطلق ضياءك يا هلال كتابي. تفضل. في الزمان تواعظ
والوعظ أخفق من بريق الدرهم الوعظ أخفق من بريق الدرهم والذكريات العاطرات الذكريات العاطرات بديننا تأتي وتذهب في ذكريات العاطرات بديننا تأتي وتهب في هدوء مبهم للصبح يحلو إنشادي أنا وأهلي وأحبابي صبح يحلو إنشادي أنا وأهلي وأصحابي يوما نصلي على الهادي محمد ابن عبد الله إنشادي أنا وأهلي وأولادي دوما نصلي على الهادي محمد ابن عبد الله إنشادي لحضراتكم مرة تانية. وطبعا يعني احنا كنا بنتكلم وطارق اتكلم مع حضراتكم في سياق المسرحية، كنا احنا في اجواء الصعيد دلوقتي مع المنشد احمد حمدان. قضية الثأر كانت في احداث المسرحية وقضية مهمة ان احنا نلقي الضوء عليها. في قضايا اخرى برضو مهمة جدا ان احنا نتكلم عنها زي زواج الاقارب، واحنا دلوقتي في مشروع تنمية الاسرة المصرية وعاوزين جودة الحياة تبقى افضل لابنائنا. فانتوا اتكلمتوا عن زواج الاقارب في الصعيد وازاي هو بيفرض على الناس، وده ممكن يعني ينتج نتاج مش كويس ابدا على مستوى الجينات وعلى مستوى الاطفال. اتكلمتوا كمان عن العوز واضطرار البعض للسفر للخارج وترك بلده علشان يجيب فلوس، دي كلها قضايا ملحه جدا عندنا دلوقتي. الاختيارات دي هل انتوا بتتفقوا مع المؤلف على اختيارات معينه بتناسب الاجواء الحاليه ولا جت ازاي؟ لا احنا مش بنتفق مع المؤلف، هو احنا بنجيب المخرج
وهو المخرج هو اللي بيختار النصوص المناسبة. والنصوص المناسبة دي زي ما قلت لحضرتك هو اتفق مع الولاد والولاد راحوا لناحية اللي هو الجنوبي. بيجي بعد كده بيجيبوا لنا النص اللي هم اختاروه بيبدأ يتراجع عندنا عشان لو في أي حاجة خارجة عن نطاق الجامعة أو حاجة زي كده. بس لو في تعديلات هو النص بتاع الجنوبي كان في تعديلات رطوش بسيطة جدا يعني اتشالت من النص بس حاجات بسيطة جدا يعني. وفي الآخر بنمشي زي ما هو موجود بالظبط. المخرج هو بقى اللي بيبقى مسؤول عن كل حاجة. رنا خليني اروح نبعد شويه عن العرض المسرحي واروح معاكي للجمهوريه الجديد وحجم المشروعات اللي قامت في البلد. عايز اسمع رؤيه الشباب اللي زيكم تطلعاتكم للقادم. انتوا النهارده عملتوا عرض مسرحي رصد مجموعه من القضايا المهمه جدا في المجتمع. النهارده احنا بننتقل نقله مختلفه خاصه في ظل التكنولوجيا. يعني كلميني شايفه المستقبل ازاي وشايفه شكل الحياه في مصر الجديده ازاي؟ يعني هو في تطور واضح وفي مشروعات كتير يعني قائمه دلوقتي ودايما الواضح من دلوقتي ان الناس بتستحمل حتى عشان اللي جاي. صحيح. عشان الشباب واللي جاي حتى احنا شايفين ده من الجامعه ومن النشاط. يعني في مسرح جديد بيتبني دلوقتي في رعايه الشباب في المدينه الجامعيه بتاعه الطلبه. في حاجات كتير جدا اتطورت لنا وتوفرت لنا احنا حتى من بدايه من دلوقتي حتى من قبل ما احنا نتخرج. بس ف مشاركه الشباب دايما ودايما القياده السياسيه بتقول لا الشباب ليهم دور, لا لازم يشاركوا في صنع القرار, لا يمسكوا مناصب. الامور دي كلها كانت شويه على جيلنا احنا كانت شويه مش موجوده مش مختلفه يعني مش موجوده خالص مش موجوده خالص. نفس الجيل برضه حضرتك دكتوره شابه هو يعني ما شاء الله مديره النشاط في كليه الزراعه يعني لكن اللي بيشتغل هيوصل. هي دي الفكره وهو ده الامل اللي دايما وبالظبط ده من دلوقتي حتى يعني احنا قرار النص مثلا مشاركنا فيه بالظبط. يعني المخرج جاب نصين بس كان ممكن الموضوع يتم من خلال الاداره, لا احنا اللي شاركنا واحنا اللي اخترنا في ده. وكان لينا رؤيه كمان في العرض, يعني ليه رؤيه لو انا مش موافقه على حاجه وشايفه حاجه احسن لينا رؤيه في ده. وغير كده الجانب الاداري يعني كنت بقى في ورق بخلصه مثلا, في حاجات بعملها مع الاداره, في تنظيمات, في سرعه مع الاداء في انجاز بيعودوهم على الاداره لانها رئيسه الفريق فهي اللي كانت بتعمل كل الادريات يعني. يعني حاجات بتنمي الشخصيه الى جانب النشاط يعني. هنا بقى هرجع لحضرتك يا دكتوره ياسمين وبقينا بنتكلم ووسعنا دايره الموضوع اكتر. كليه الزراعه دايما بتحسب انها من الكليات النظريه اللي ممكن تكون عملية. صعبه في العمليه دراستها صعبه ولما يطلع الطلبه بقوا عاوزين يشتغلوا بس مش سهل عليهم انهم يلاقوا فرصه عمل. ازاي بتحاولوا توفروا فرص عمل للشباب دي, تعملوا نوع من انواع التواصل مع جهات اعمال, مع شركات زراعيه, مع شركات اسمده غيرها؟ ازاي ممكن تساهموا في مشاريع زراعيه اللي بتقوم دلوقتي زي المليون ونص مليون فدان او الصوب الزراعيه اللي حضرتك ذكرتيها وغيرها المفروض ان احنا يكون لنا دور فيها ويكون للاولاد نصيب فيها علشان عايزين الناس ترجع تاني تقبل على كليه الزراعه وترجع تاني تدخل كليه الزراعه وهي واثقه انها ممكن تلاقي يعني شغل, مش هتشتغل حاجه تانية بعد ما تدرس اربع سنين في الكليه. بدايه احنا بنعمل ترم في اخر الاربع سنين ترم اسمه ترم مشروع تخرج. مشروع التخرج ده ان هو الطالب بيبدا يروح يعمل مشروع تخرجه في اي حته سواء عندنا في الكليه ان هو يبدا يعمل في المزرعه في معامل الابحاث او بره, ممكن يبقى في معامل بره في شركات في حاجات زي كده. فبيبدا يوري نفسه للشركه او للمصنع وبنفس الوقت لو هو طبعا يعني الكواليفيكيشن بتاعته كويسه او هو كويس بيبدا يحط رجله هناك يعني بعد كده حد يبقى عارفه اصلا بيكمل فيه. ففي احنا عندنا ترم بحاله ما فيهوش اي حاجه دراسه غير بس مشروع التخرج ده اللي هو بيختار يعمله فين ويبدا يشوف هيوديه فين. فهو فعلا لو الطالب كويس وقادر بيبدا يحط رجله في حته معينه. في مشاريع كتير بتنجح بيطلبوها مستثمرين وفي فعلا التطور التكنولوجي كمان في الزراعه بقى مختلف عن زمان. يمكن الجيل اللي قبل كده ما كانش موجود تطور تكنولوجي احدث الالات اللي بنشتغل عليها. كمان الابحاث الزراعيه احنا وصلنا لمرحله اختلفت كتير عن زمان بالظبط. كمان عندنا من اكبر المعامل على مستوى الشرق الاوسط معامل بحوث زراعيه ومشروع الصوب الزراعيه ده يعني حاجه تعتبر خيال. انا بالنسبه لي لما روحته خرافه يعني. عايز اروح للجيل ده شويه. فكره الزراعه وكليه الزراعه انا يمكن سالت سؤال في البدايه, هو المجموع هو اللي وجانا هناك ولا ده كان اختيارك؟ انا
رغبة أولى. كنت كاتباها رغبة أولى. يعني طبعا بصراحة في الأول كنت عايزة أروح طب، بس كله كنت عايزة أروح طب، خنت شوية فرحنا زراعة، فكلية عملية برضو يعني ما بعدتش. لكن هي كلية من أنا بشوفها من أغنى الكليات، لأن احنا عندنا حوالي 26 أو 27 قسم من أول بايوتكنولوجي، عندنا كيمياء، صناعات. على دكتورة الاستثمار الحقيقي قلب المشروعات. لو هنتكلم على الاستثمار الزراعي في مصر تحديدا، انت بتتكلمي على حصاد من الملايين في نجاح هذه المشروعات، تخسرش ابدا يعني، بس عايزه مصابره وعلم بالتاكيد. ده انتوا شايفينه ازاي لما بتقعدوا مع بعض كده كشباب، بتتكلموا ازاي؟ ايه مستقبلكم؟ شكله ايه؟ يعني طبعا المشروع بالذات زي صوب، هو وهم بالنسبه لنا يعني. حاجه مش مصدقينها. ومثلا انا في مشروع التخرج بتاعي الترم ده انا زراعه الانسجه، فده يعني برده في المعامل بتاع الكليه وكده، مختلف شويه برده عن الشغل في الارض والزراعه والصوب والكلام ده، بس اتجاه تاني يعني. فاكتر من اتجاه المشروع ماشي يعني. بس شايفه عايز تعملي ايه؟ انت خلاص في السنه الاخيره، فممكن يكون عندك رؤيه للي جاي. شايفه اللي جاي ازاي؟ هل هتسيبي الزراعه وتروحي للتمثيل، ولا هتكملي في مجال الزراعه ويبقى التمثيل ده هوايه؟ والله انا بامل ان انا اعرف امشي الاثنين مع بعض، بس انا شكلي هتجه للتمثيل اكتر. لا لو ادائك كويس الحقيقه. دكتوره ياسمين، التعامل مع الاجيال الجديده كل سنه بيخش بمفهوم مختلف، شكل وآلية تفكير مختلفة. أكيد طبعا التكنولوجيا أثرت بشكل كبير جدا، لأن اللي داخلك ده في سنة أولى اللي جاي ده اللي هو متربي على التابلت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كلها بالزبط. وما إلى ذلك يعني دماغه محددة جدا، هو مش محدد، هو عايز إقناع وعايز إقناع. ما ينفعش تقول له هتعمل كده، بيبقى فيه صعوبة. أعتقد أنك أنت بتقابلي الشباب ده، إزاي بتتعاملي معهم؟ لا هم بصراحة لغاية دلوقتي اللي اتعاملت معهم كلهم مرنين يعني، كلهم عندهم هدف ان هم عايزين يوصلوا لحاجة معينة. فبالنسبة لي انا ما شفتش حد اتخبطت فيه، او ممكن التعامل انا بتعامل معهم لانهم في تفكير، في مخ، لازم نتكلم مع بعض عشان نوصل لنتيجة. لكن انا وديتهم اوردر عشان يمشوا بيه، لا مش هيسمعوا كلامي، لان هم دماغهم كده متربين ان هم عارفين كل حاجة وشايفين كل حاجة. في افكار جديدة منهم، هما بيطوروا الافكار يعني. انت ممكن تقول لهم على فكره وهو يقول لك لا، طب احنا لو زودنا شويه الحته دي هيبقى احسن، وفعلا بيبقى احسن، لان هو اللي بحاسس بالموضوع وهو اللي هيعمله. فبيبقى طبيعي بيبقى احسن من، بس انت لازم تديله فرصه الاول. طب خلاص جرب وبعد كده نشوف ده احسن ولا لا. لو طلع زي ما هو غالبا هما اللي بيطلعوا صح، لو طلع هو يبقى بنكمل عليه. وهو التعاون جميل، يكون فيه احترام للخبره وترك مساحه للشباب انها تبدع. بالظبط. اسمحوا لنا نسمع حاجه اخيره من الشيخ احمد حمدان، اتفضل سمعنا كده حاجه اخيره معاك النهارده. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد دليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. بوجد لا يدري Thank you.
تشكرهم كل واحد باسمه من فضلك. الاستاذ فضل محمد عازف الكولة، اهلا وسهلا. الاستاذ سيد، اهلا وسهلا، عازف الرق. الاستاذ محمود محمد عازف الايقاع. نورتونا نورتونا، بنشكركم. وبالتالي مشاهدينا في حلقه اجتمع فيها الذكر سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام ووجود مواهب عظيمه. زي ما بنقول دايما مصر لن يعني تقف أمام مواهب، بل بالعكس مصر ولادة ومستمرة في جامعة أو في كلية من أعرق كليات مصر، كلية الزراعة. نورتونا فندم. شكرا جزيلا. شكرا. أحب أشكر حضراتكم أنكم سلطتوا الضوء على النشاط الطلابي تاني مرة. احنا بنشكركم يا رب دايما النشاط الطلابي يكون في اوجه كده، واحنا من جامعه القاهره طالعين معاكم طول الشهر، وان شاء الله نكون معاكم طوال الحلقات نستعرض انشطه جامعه القاهره والحاجات الجميله اللي بتجرى فيها. شكرا ليكم. دايما مصر جميله بشبابها بعلمائها بكل الناس المخلصين اللي فيها، ودايما معاكم مصر جميله من جامعه القاهره يوميا حتى انتهاء شهر رمضان الكريم. غدا ان شاء الله هيكون طارق معاكم واسره عمل جديده. الى اللقاء.